هذا يعني يا هيثم أنك أنت بأمان. الحمد لله أنا تأهلت للجولة الثالثة. قررت أعطيكم حصانة إضافية لشخص واحد. أختار هيثم. هيثم بكل سهولة. هيثم والله انبسط، أحبهم وأموت فيهم. معي حصانة بس ما معناته إني خلاص أتكاسل. لازم تشتغل على نفسك أكتر. على السوشيال ميديا ممكن تكونش أنت يعني أكتف جدا، يعني نفس المحتوى كله متكرر في نفس المنصات. لازم أغير أفكار، أعمل شيء جديد. أسبوع ورا أسبوع أنا بديت أطور نفسي أكثر. حسين الجسمي طبعاً هو عمل ريبوست الأغنية. كنت فخور بنفسي وأكيد لازم أقدم شيء مختلف. ناري 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 من جماله. أنت معلم وإحنا منك نتعلم. مكتسبات البرنامج كثيرة، قاعد أتعلم وأتثقف، بس أكبر تحدي اللي أنا عملته أني أغني باللهجة اللبنانية جبلي. من لبناني لعماني لخليجي لعراقي، ومن هيثم لهيثم شو. وهيثم شو لازم يستمر، وهدفي الأساسي في الجولة القادمة أني أسوي لي أغنية خاصة، لأنه أبغى أترك بصمة بالبرنامج، فأتمنى.